حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمه في النساء فنظرت فاذا انا بالزبير على فرسه يختلف الى بني قريظه مرتين او ثلاثه فلما رجعت قلت يا ابت رايتك تختلف قال اوى هل رايتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.